تظاهر المئات من الأشخاص في شانغهاي بالصين للتنديد بمخطط بناء مصنع لإنتاج الشحنات الصناعية من خلال استعمال مادة الليثيوم. وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بالأضرار التي تترتب عن بناء المصنع وتأثيراته الخطيرة على سكان المنطقة. أتمنى أن تكون الحكومة شفافة بخصوص هذه المسألة وأن تخبر الجميع بالتفاصيل حتى وإن عارض الناس هذا المشروع، حتى يتمكنوا من فهم التفاصيل، لكن الحكومة لم تقل شيئا بخصوص المشروع. وكان المئات من الأشخاص قد خرجوا إلى شوارع مدينة كونمينغ الصينية خلال الأيام الماضية احتجاجا على خطط إنشاء وحدة لإنتاج مادة كيميائية أخرى في إحدى المصافي في البلاد.